نشكركم على الوجود ديالكم معنا اليوم. كيف ما قلنا وكيف ما دائما كنذكروها بان نجاح هذه الاحتفالات غتكون كل هذه السنه كلها ديال الرباط عاصمه الثقافيه الافريقيه الا بوجودكم باش نعرفوا على الصعيد بالطبع الوطني وحتى على الصعيد القاري ان الثقافه هي من الاشياء اللاماديه اللي كتخلي الشعوب كيتقاربوا بعضياتهم وكيزيدوا يعرفوا بعضياتهم. اهلا وسهلا. وبالطبع اليوم كيف ما ذكرتوها تبوريده عندها واحد الاهميه خاصه، كان ديما عندها اهميه خاصه بالنسبه للمغرب وعندها اكثر اليوم بعد الاعتراف الدولي كتراث لا مادي في اليونسكو. اليوم كان لابد الرباط بطريقتها تعرف الدول الاخرى الافريقيه بهذا التراث اللا مادي اللي هو تبوريده، اللي هي يعني من هي ثقافه شعبيه مغربيه، ولكن يمكننا نديروا المقارنه ديالها مع مجموعه ديال يعني العروض اخرى اللي كاينه في مجموعه ديال الدول حتى على الصعيد القاري. فمره اخرى كنقول وكنعاود الثقافه هي واحد المجال اللي كيساعد حتى الدبلوماسيه الرسميه باش تزيد تقرب من الشعوب الافريقيه، ونحن هنا نتكلم على الرباط كعاصمه الثقافه الافريقيه وبالطبع على الصعيد الدولي. شكرا. تظاهره كتعرف المشاركه ديال 47 صربة، وهذا العدد هذا ما كانش مشاركته سابقا، بحيث في السنوات اللي سبق لنا نظمناها كانت ما كتجاوزش 20 صربة. هذه السنه عندها واحد الاقبال نظرا اللي كتعرفوا تعطوش المواطنين لهذه التظاهرات، لان خصوصا مع كوفيد ومع السنوات اللي عرفات ديال فتور ديال الجائحه والفتور ديال الانشطه. هذه دابا هذا المهرجان حيا داك الروح عند الساكنه، واللي كيف كتشوفوا كيشاركوا بواحد الكثره، وحتى الصربات مشاركين بكثره. كذلك تنظيم الاحتفالات العاصمه على اياه فعلا، لانه كاين دعم ديال وزاره الثقافه، وجا يعني المناسبه انه الرباط كتعترف في الاحتفالات ديال عاصمه الثقافه الافريقيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.